يسقي ذاك الزمن الأول، الأول تحول من أعز أحبابي، زمان الناس الطيبين الله يرحم من مات منهم ويحيي من بقي ويحفظه، زمان العادات والتقاليد الطيبة والبسطة الحالية والكلام الطيب والبصيرة يسير الواحد على صاحبه والمجموعة السير على المجموعة والنساء على النساء والناس كلها أحباب ومتجمعين على الخير، لا بمصيبة يتجمعون ويتفارقون ويأخذون كلهم يد واحدة. اليوم اختلفت الطباع والناس اختلفوا وكل شيء اختلف، ففرق والله العظيم بين ذاك الزمن وهذا الزمن كما بين السماء والأرض. الزمن هذاك حالي وزمان الرجال الطيبين اللي وفوا وكفوا صدق، وفوا وكفوا وعملوا كل ما لديهم من جهد وأخرجونا أخرجونا فعلا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه وهم مساكين على ظروف صعبة وحياة صعبة وعيشة صعبة، ولكن والله نشهد لهم والله يرحمهم، الله يرحم آباءنا وآباءكم وكل موتانا وموت المسلمين. وما عدا القبول يا حبايبي والله يحفظكم دائما وأبدا، واسمعوا ما هو هذا اللي يوصف هذا الزمن الأول والزمن الحاضر، اسمعوا هذا الصوت، هذا الصوت على يوضح لك تماما ما صار في الزمن الماضي وما فيها اليوم، واسمعوا بالله هذا يعني يوضح لك أكثر وأكثر عن كل حاجة تمام. دحين الآن يعني أنا قدمت ما قدمت بشيء من بإيجاز واختصار، لكن هذا الآن يعني ها يوضح لك والطرقة طويلة وجليت الشفر وافتر ويلة يا ناصر هزن الشوق ودعاني كالزمان زماني الله 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 زماني